بالنسبة للجرافيتي ننصحكم نصيحة عليه. ساعة شكون عنده مشكلة مع الجرافيتي؟ شوف خلينا نبداو متفاهمين في حاجة. باش نقولها لك أنا من توا. فما زوز حاجات في التكنيك. فما حتى بروف. فما حتى بروف ينجم معناتها كيما نقولوا يفسرهم لك كيما انت تفسرهم لروحك. اللي هما فما زوز حاجات في التكنيك. واحدة في الإلكتريك واحدة في الميكانيك. بالنسبة للميكانيك الكونسيبسيون كلي فيو كلي فيو هذوك ما فما حتى بروف راه باش يعلمهم لك جوست بروف يخدم لك كيكو زيكزامبل يوريك البرانسيب مي انت لازمك تخدم باش توصل لنيفو باهي باش تنجم تولي عندك قدرة باش تطلع اي كوب واي سيكسيون وتطلع لي فيو الكل اوكي متفاهمين الاولاد دونك بالنسبة للجرافسيت علاش ما فما حتى بروف خاطر الجرافسيت سي اون ديسكريبسيون دان سيستيم du fonctionnement d'un système, il faut que tu t'apprennes, que tu tires les données, que tu ailles les données et donc tu les utilises. Donc le prof, mais j'aime que il fasse les exemples, il fasse les techniques, il fasse les manettes, mais j'aime qu'il fasse tout ça. Donc tu dois faire un peu de travail et tu essaies de t'adapter à برشا. Donc là, je vois, moi, vous voyez comme tout ça. هاني بعث لكم ما شاء الله ما بعث لكم دي اكزامبل نقول لك معناتها في بالنسبه في البارتي هذوما نعرفش فما اربع ولا خمسه ديفوارات فيهم جرافيك بعد اذا كان انت نجمت انا مش ندحرجك في اكزامبل ولا اثنين وانت كان نجمت تخدم معناتها الباقي معناتها سي ديجا باش تعمل عملت اكسبلوا باهي على الاخر ليك انت علاش خاطر انا مانيش في نجي نهار الدفوار نقرا لك ونفسر لك فهمنا الاولاد البرانسيب شنو البرانسيب انك انت لازم يولي عندك القدره باش تفهم السيستيم وتجاوب انا باش نفسر لك جينيرالمون نخدم معاك 2 3 4 اكزامبل لان مش مشكل انا باش نخدم معاك برشا اكزامبل مي لازمك انت بعد هذين زوز اكزامبل اللي باش نخدمهم لك تو لازمك انت تعمل مجهود في لي اكزامبل الاخرين باه هذا نبداو يا سيدي اول حاجه شنو قالك لي ستركتور دو باز دان جرافسيت دونك الجرافسيت اول حاجه لازمك تعرف ايش عندك من نوع عندنا خمسه هما جينيرالمون دونك ليكزومبل الاول اون لابيل جرافسيت ا سيكونس يونيك دونك جرافسيت العادي هذاك اللي كنا نقراو اللي الاغلبيه شافوه قبل معناتها في البريمير في الدوزيام سيكونس يونيك يمشي ويعبط ويرجع فهمتني بي دونك ديما سيكونس يونيك مع فيه ان انسومبل ديتاب سكسيسيف عاودو نرجعو في ليتاب انيسيال نقعدو نكملو ديما فما دي جرافسيت نلقاو فيه سو ديتا سمعت سو ديتا دونك يا اما يكمل في اللينيا هذا وساعات فما بور اون ريزون ولا اون اوتر عندك بزوان باش تسوت باش تنقز على دي زيتا تمشي في معناتها السيستيم يبدا من هنا هكا ينقز من هنا ويتعدى لهنا اوكي فما زيد ريبريز دو سيكونس اش معناتها ريبريز دو سيكونس دونك الجرافيت يمشي في السونس هذا والا ساعات عندك بيزوان فما حاجه باش تتعاود يمشي هكا يعاود يرجع هكا دونك هذا تسمى ريبريز دو سيكونس وبعد ما يقول لك باش يعاود يرجع للتا انيسيال فما زيد هذوما من اشهر ما فما ما يقلقوا شويه في الميزون ايكواسيون في الاخر توا انت شنو لازمك تعرف لان الكره دي راه مقسومه على اثنين في بارتي اللي لازم تعرفها هي توسكي الحكايه هذه معناتها تفهم السيستم وتخرج لي زيكواسيون يلزمك تكون تطير تخرج لي زيكواسيون كسوا سنين ان شاء الله كسوا العام الجاي ان شاء الله علاش خاطر حتى العام الجاي فما بارتي بروغراماسيون كلها ايكواسيون داكتيفاسيون وايكواسيون دو ديزاكتيفاسيون ولي زيكواسيون دو سورتي هذوما حاجه لازم من تو تميتريزيه في البي ماهوش حوايج كومبليكي مي لازمك تحاول تشدو من تو قلب ما تشد من تو قد ما ترتاح العام الجاي نمشي تو لهنا عندنا الكونفرجونس والديفرجونس اون او معناتها او معناتها يا اما السيستيم باش يمشي في السونس هذا بعد ليتاب 1 تمشي ليتاب 3 والا
باش يمشي ليه او واحدة منهم كيف كيف بعد ما يكملوا باش يتلقى. دونك كاين مشي في السونس هذي باش يكمل هك، وكاين جاي من ليتاب هذيك باش يكمل هك. اوكي معناتها ايه باش يخدم في الاخر باش يمشي للتروا، كسوا كمل من الدو ولا كسوا من الاون، من الاون ولا من الدو. ديفرجونس وكونفرجونس هم ايه معناتها باش يتخدموا لي سيكونس هذوما كل فرد وقت بعد الاون، باش تخدم التروا والدو اون ميم طون. وهذا العملية فرد وقت باش يتخدم، فاهمين؟ باهي. بالنسبة لكيف كيف بعد ما فما حوض باش يتخدموا في الآخر كيف كيف باش يشوفوا زوج فرد وقت ولا واحد يستنى الآخر نجم نحطوا دي زيتاب دونك، مي بعد ما يوفيو لهنا أوتوماتيكمون بعد ما يوفيو هذوما زوج نمشيو للتروا لهنا. شوف تو بعد نوريكم إكزومبل، نمشيو تو للميز أون إيكواسيون. شكون عنده مشكلة مع الميز أون إيكواسيون؟ Les équations, ça va ou les choix, choix? Hein? Ben, il y a une mise en équation, on va faire une fois pour toutes. Ben, c'est pas le. On va faire ma douce tour. Ben, je m'arrête. L'équation, ben, il y a une équation d'une étape. L'équation d'une étape, je te cours. باهي عندي سيزوني انا باش نخرج ايكواسيون دون ايتاب. اي ايتاب عندنا اون ايكواسيون داكتيفاسيون. اش معنى ايكواسيون؟ تو انا مثلا ليتاب هذي، ليتاب هذي ما تخدم ليتاب هذي كان ما هذوما زوز ديجا خدمة. اليوم شنو هذوما؟ ايتاب بلوس ريسبتيفيتي. عندك زوز حاجات في وقت خدمة. الفيران خرج، فيران خرج مثلا والكابتور اللي باش يقول البروغرام راهو الفيران خرج، برانك يخرج مش فقط في الهواء. اذا فما حاجه ترجع لانفورماسيون للبروغرام لوتومات البروغرام، شكون باش يوصل لانفورماسيون انه الفيران خرج؟ هو الكابتور هي ريسبتيفيتي. دونك ما تخدم هذه اللي يعقل انت تو مثلا عندك عندك فيران باش يخرج وبعده موتور. مثلا عندك لهنا فيران عندي في البروغرام تاعك، لازم الفيران يخرج بعد ما ما يخرج الفيران يخدم الموتور بار اكزومبل. هل يعقل الفيران مازال ما خرجش ومازال في الثنيه والموتور يدور تاع بروغراماسيون باش يخدم الفيران؟ وقت اللي يخدم الفيران وقت اللي يخرج الفيران ليتاب هي باش تخرج الفيران. هنا فيران سورتي فيران بار اكزومبل، سورتي فيران شكون باش يقول البروغرام راهو الفيران خرج؟ هو الكابتور. دونك يلزم لاكسيونور والكابتور خدموا الزوز، الزوز كملوا لين هذا الزوز 101 خذاو خذاو فالور 1 معناها ايتاب فالور لوجيك 1. وقتها نمشي ليتاب هذي. اوكي دونك لهنا بالنسبه ليكواسيون داكتيفاسيون ان هي اكس ان موانز 1 اي ار ان موانز 1. هاو لهنا اكس ان موانز 1 اي ار ان موانز 1. بالنسبة للإيكواسيون داكتيفاسيون شكون بعد هذيك؟ ليكواسيون دو ديزاكتيفاسيون ديما ليتاب اللي بعد، ليتاب اللي بعد إكس إن شناهي؟ إكس إن بلوس أن. دونك هذي هي ليتاب دو ديزاكتيفاسيون، ليتاب دو ديزاكتيفاسيون هي. أوكي نرجع دونك لهنا بالنسبة للإيكواسيون دو ديزاكتيفاسيون جوست. اش معناتها الإيكواسيون دو ديزاكتيفاسيون؟ معناتها شنو هي الحاجة اللي تخلي ليتاب بتاعك تتهنى عليها؟ سي انت ليتاب اللي يعقل انت عندك دوز ايتاب في جرت بعضهم، منظور لي هذي ايتاب وهذي ايتاب. باللوجيك كي نحكيو لوجيك احنا توا ليتاب هذي خدمة صحيح. اوكي هذي تخدم هما في جرت بعضهم، هما في جرت بعضهم. دونك كي الخدمة هذي كي تبدا هذي تخدم، هذي تبدا تخدم، هذي ماهيش قاعدة تخدم. اون فوا هذي خدمة ايتاب دو اللي تخدم هذي صحيح سي فيني، تنيت عليه صحيح خدمت خدمتها وتعديت. فهمنا؟ دونك نرجع دونك لهنا، لهنا ليكواسيون داكتيفاسيون هذي ليكواسيون دو ديزاكتيفاسيون ديما ليتاب. لا
يخدموا فرد وقت وقت نطلعوا لفوق قاعد نوليو نعملوا ديفرجونس اون اي هكا لان تولي انت لهنا في ليتاب هي السيتويسيون هي فتخدم دو ايتاب فرد وقت تحطهم اون اي فهمت ديما ايتاب تخدم كمل خدمات تعدي اللي بعد فهمنا به نجيو لهنا بالنسبة للإكواسيون اللي ما سالش منها راه باش تعمل إكواسيون دكتيفاسيون لهنا يلزمنا نفهمو حاجة أمارش بريوريتي شفتوا ولا ري بريوريتي في الكلاس ولا شفتوا فيه شفتوا مارش ولا ري شفتوا زوز به بالنسبة للمارش سامبل للري جوست ريت هذه مارش بريوريتي حاب ترد الري بريوريتي غنفسرها لك ساعة كيفاش خرج نديرو لهنا باش نخدمو إيكواسيون دون إيتاب إيتاب كيلكونك مثلا إيتاب إكس إن هنا حط هنا إكس إن حط إيكال ليكواسيون دكتيفاسيون شسك إيتاب بلوس ريسبتيفيتي لي قبلها إيتاب و ريسبتيفيتي لي قبلها هما شكون هما إكس إن موانزان إي إن إن موانزان أو شكون بعد هاذي أو ديما هاذي تعاود تجي تحط لهنا هي شكون نبيل فونكسيون ميموار ميموريزاسيون سمعت ميموريزاسيون يخرج فيران ماهوش باش يرجع شو قد خارج فهمت شنيا ليه وبعدها تجي ليتاب اللي بعدها شكون ليتاب اللي بعد اكس ان بلس ان عمود ابا ليه بالنسبة ليكواسيون داكتيفاسيون بالنسبة ليكواسيون هذه تسمى امارش بريوريتير تحب تعملها اري بريوريتير جي تحل بارونتيز بعد ليكال وقبل البار تحط بارونتيز تقولي لك ا ري بريوريتي دونك هكا امارش بريوريتي وهكا ا ري بريوريتي فهمينا كيفاش هذوما مش تحفظوهم هذوما تحفظ كيفاش تخرجهم ما باش نبداو نكتبوا احنا مع بعض ركز معايا بار اكزومبل هذه ابليكاسيون نيميرو 1 قالك الابليكاسيون نيميرو 1 هاب باش نخدم لك اكزامبل ونطبق شويه لوجيك وانت تكمل الباقي ركز معايا بي قالك اول حاجه ايكواسيون داكتيفاسيون دو ا 2 دير ال ا 2 هذي وتشوف شنو قبل ايتاب اي ريسبتيفيتي دونك اكس 2 اي ار 2 هاكا مش هاكا تجي بعد تشوف شنو بعد كوم ايتاب شنو لي زيتاب لي بعد؟ باهي اكس ان اكس ان ماني ديما نحب نشوفكم مركزين ولا لا ولاد تو اللي فهمتوني مش مشكلة باهي اللي بعد شنو لي زيتاب لي بعد؟ عندك دو زيتاب مي لازمك تعرفوا لهنا اي والا او او دونك لهنا باش تحط اكس دي او اكس كي نجيو نعملو اللي نطبقو ليكواسيون داكتيفاسيون خط هذه ايكواسيون داكتيفاسيون هذه دو ديزاكتيفاسيون هذه نتا ليتاب فهمت ليتاب ثبت هذه الساعة دونك اكس ان اي ال دو او تعاود تحط هذه لهنا هاك يا تحط اكس دو ولا تحط ام دو زوز كيف كيف راهو اكس دو ولا ام دو معرفش تصور فما شكون فيكم في الكلاس عمل ام 2 هكا ولا ايه ام 2 والاكس 2 كيف كيف معناتها ميموار وبعد تجي لي هذوما ثبتهم اكس دي او اكس 20 تعمل لهم بعض هذيك هي الحكايه الكل بعض هالرؤيه كان نحب هذه تو مارش بريوريتي اوزو كان نحب نرد اري بريوريتي نجي نحط بارونتيز لهنا و بارونتيز لهنا ديما بارونتيز دي بعد اكس قلنا لهنا دي و اكس 20 ديما بارونتيز تحطو ما بين ليغال و تحطو ما بين اللي واخده بار شكون واخد بار يعني اكس دي معناتها ليكواسيون دو ديزاكتيفاسيون
نمشي اللي بعد. شنو هو لا ري والمارش؟ كي نقول لك شوف، كي نقول لك مارش بريوريتير تخدمها كيما وريتك انا في الاول. اوكي، كي نقول لك اري بريوريتير، يعني ايش نقول لك اري؟ ديما يقول لك الاكواسيون باش تخدمها ا مارش والا اري. كي نقول لك اري وقتها يلزمك تزيد لو تو بارونتيز هذو، فهمنا؟ واضح. نجيو اللي بعد، اللي بعد واش عندنا سيدي؟ ايكواسيون دو داكتيفاسيون دو ليتاب ديس، ادي شكون وراها؟ اكس دو اي ار دو، اكس دو اي ار دي، شكون بعدها؟ اكس اون، نعم. هو الان كما نحسبوهاش فوق الدو. زول زول، انت هذه اللي تاب اللي باش تكمل الايكواسيون تاعها، ريتها تعمل هكا، شكون تلقى وراها؟ الدو هكا ويوف الحب، فاهمين؟ فاهمين؟ شنو هي الريسبتيفيتي اللي بعد؟ ار ديس، فاهمين؟ هذه الديس شكون بعد؟ اوكي هاي سي تري سامبل راه. اوكي نجيو لهنا كالعادة نهبط اكس دو اي ار دي و نعاود هذي نحط لهنا هاكا اكس دي و نهبط هذي لهنا اكس اون بار، هذي هي مارش بريوريتي. كي نقال يرديلي ا ار اي بريوريتي، نعم بارونتيز بارونتيز بعد لي قال بارونتيز قبل البار، وجاو كحله جاو، فهمينا؟ نكملوهم سيدي الكل، لايك عندنا دوتر اكتيفيتي نديرو فيهم كونفرجونس اون او. واش كنا قديش اسيد؟ هاي قديش اسيد؟ اكس 15 اكس كان اي ار سي، صحيح الاولاد امورهم ريقلة. هيك اللي بعده دي سي اس، اكس اكس قديش؟ اكس اس اي هاي اكس اس دي زاكتيفاسيون، صحيح اكس اس تو ايكس كان اي ار سي صحيح. و اكس اس في تاع تحط الراجل هذي قديش هذي؟ اكس اس سين سين، انا غلطت ما عرفتش نبين جو كحله جو. اللي بعد افانتيس ايكار اي مريم، مريم ما يمشي انت يا مريم مادام قلت لك عندي عندك مشكله. مريم مريم انت عندك مشكلة مريم مع سبا خدمتها انا مل عليك مل عليه مل بعد مريم الاخرى هاي اكس 25 اي ار 26 اكس 25 اي ار 26 ديزاكتيفاسيون اكس 7 هاي خليه دونك اللي بعده قلت قديش دي 26 ايجال اكس قديش؟ 7 نمشي ليكواسيون اكس 26 ايجال اكس 25 اكس 26 اكس 25 اي ار 26 و اكس 26 هذي قريتو يا مريم، انت قريتو مريم هذي في الكلاس ولا مازال؟ اي اي اكس سيت بار واضح الرؤية. اللي بعد شعال نيخ راي ولا ذيش فما فما الاسيت امشي يا مريم، مريم الاخرى
مريم الرياح يعطيك الساعة تي ودي انا خاطر باش نقعد نلوج عليها ونسيت وين حطيته في شيء برا امشي يا مريم امشي يا مريم معانا ولا عنده مشكلة هذه مع الكونيكسيون مريم الرياح اي بي تمشي ونمشي اي البشر هاي يا بشر والا ايه الو بشوية ساعة بشوية شكون جاب خير هو هاي هاي مل علي هاي أسيت أسيت تجار إكس نوع إكس قديش إكس ويت ما نعرفش أنا ما عنديش راهو لي نونسي قدامي شوف وين بعثتلك يا ودي ما يصيرش من صلحوا لها كاين يقول عندك قبل الآ سي قبل السيت فما ليتاب اللي قبل السيت عندك دو زيتاب وريسبتيفيتي واحدة باه نبداو يا سيدي اكس الحمد لله نعم الحمد لله باه دونك احنا تو فيه شفناه منهم اسيد الاسيد هناك تغزر ايه هذه الاسيد هذه شنو وراها هذه الاسيد وراها ستيف وراها فانتي وراها اير دونك انت لو مومون تحط اكس ستيف فوقانية بس هي اللي هنا اوكي اوكي تمام المهم ممكن كنت نتبع ما عنديش باش نتبع ايه لهنا عندك هذي وهذي خاطر عندك او لهنا او او شكون او هذي وهذي دونك اكس اس اي ال دي سي او X26 et R26. Désactivation. بعد هذه شنو نقار X8. Donc l'équation X16 et R17 ou X26 et R27 ou X7 et X8 بار واضحة ايه ولا ايه؟ اي مشي وخاطر مازلت ما قريتوش هذاك عليه يا ودي يوني قلت لك ما عادش تخمم قريت ولا ما قريتش ما عادش ترجع لتاني تو وصلتهم وكا هو اوكي من غير بارونتيز من غير بارونتيز ما قالكش اري بريوريتير كله مارش بريوريتير كان تحب اري بريوريتير زيد لهنا بارونتيز هاك اوكي تولي اري بريوريتي سهل العملية اون فوا فهمت فهمت مارش لاري سهل عليك هاي كمل مادام كنت ما قريتوش مرة واحدة هاي الادو شنو قبلها ايه يعني معاك صافي ايه اكس ام سي اي شنو اكس ام اي ار دو صحيح وشكون بعد X10 et X20. Désactivation n'est plus qu'un état. Ah. Ah. Oui. Heavy. X7 bar. X6 bar ou X7.
هذه اللي مليتو عليه بكري. انا كي ايه تسي بشوي تحت الله. دونك احنا نطلعو الاسيس، الاسيس شكون قبل الاسيس؟ هذوما زو اكس 15 اي ار سي، شكون بعد اكس سي هيكا؟ وين الغلط؟ اي هو حد اكس بار. اي ما هو في الديزاكتيفاسيون لازمك تحط بار كيما لهنا في ليكواسيون تاعو تحطها راه يمين. هيا برك مني قلت لك دخلها في حيط باش باش ما عادش تغلط. هذه قد ما دخلها في حيط في الاكزرسيسات على قد ما تتفكر راه. قال مين هذاك هو اكس؟ اسمعني ما رجعولكش يمين. نعدي نهار الجمعة هاي ان شاء الله زين. هاي ديجا فما من غير ما نذكر الاسماء فما شكون راهو في الجروب لما حاله مازال كدا يقرا عنا ما شاء الله عليه غير فوق التزوير. عقبة ليكم ان شاء الله. به اي الاخرى غير ذكر الاسماء هاي هادي. ايه ذولي خرجت ترى مسيو مالك كمل انت جاي. دونك ادي اديس شكون قبلها؟ كتاب ريسبتيفيتي اكس 2 هاي ار 3 هاي شكون بعد؟ اكس 11 اكس 11 شو اللي تاب تاب ليكواسيون دو لي تاب اكس 2 اي ار 3 و تاب تحط اكس 10 وبعد اكس 11 بعد الفان ماشي. نعم دو كان الاير اون هذيك ما نحسبوهاش في الدي بي اس. الاير اون ما تحسبهاش خاطر هي انت باش تاخذ اي عندك انت في ليكواسيون. شوف كي تعمل ليكواسيون تاع ايتاب تاخذ ليكواسيون داكتيفاسيون او تعاود تحط هذه لهنا وبعد تاخذ ليكواسيون دو ديزاكتيفاسيون بقى هكا ولا اللي نحكيو عليه احنا من الصباح هكا ولا ايه؟ انا شعملت لهنا خريت ايكواسيون داكتيفاسيون ولي هيك حطيت لهنا اللي هو هيك جبت ذي لهنا اللي هي هيك وبعد شعمل خريت الدي عملتلها بقى هذي دي ولا هكا وضحت الرؤية تو أمين. شكون سألولي ساعة سؤال هذا أمين ولا إيه؟ غايب غايب. إيه لا غايب صافا مرحبا بيك غايب. طب إيه قريت ولا إيه غايب؟ إي كملنا مثلك كملنا الباسكيل. هاي بي هاك تدخل تنتج مالك. إن شاء الله. إن شاء الله. باهي كملوا سيدي. كمل هذي أنت غايب طيب أنت تكلمت تكلمت. الافان اكس 2 صحي اكس 2 اكس اي ار 3 صحي اللي بعد هذه شكون اكس 21 صحي اكس 21 نجيو لهنا اكس 2 اي ار 3 او اكس 1 اي اكس 1 اكس 21 بعد جاوبك احلى جاوب هي هاي ريين اسمع صوتك عندك شهرين اللي بسوي ولا لا ريين جديد ريين جديد عيار يعني برمتي ريين انت القديم باي الاسيت كان اكسس
عديت رايين ولا موديل. مازال عديت ولا مازال النهار زين عاد. هاي ان شاء الله زين. هذه داخل اي داخل منين احنا ديجا. طيب ايه بر ولا تعرف كيفاش حتى كان ما كملناش انا بعث لكم دبورات كوريجي بديت كوريجي على الاقل تبدا بروحكم معاه. هذه ديجا هذا خدمت عندي الجمعه. اي بيه صحيح بيه. دونك لهنا شو نعمل عندك اكس 6 اي ار 7 اي اكس 26 اي ار 7 دونك سي با لا بين تعاودها مرتين. تولي لهنا اكس 6 اكس 26 ار 7 اوكي ديزاكتيفاسيون اكس 8 دونك لهنا نجيو اكس 6 انت لهنا عندك اكس 6 انت عندك اي في الحكايه ما عندكش او لهنا عندك دو باغ راه دونك عندك اكس دونك كي تعمل ا اي ا لي فونكسيون لوجيك ستاتيك ا انت باش تعاود تعمل اكس 6 اي ار 7 اي اكس 26 اي ار 7 ار 7 اي ار 7 ستاتيك اوكي وضحت الرؤية في ليزيكواسيون. شكون مازال عنده مشكلة مع ليزيكواسيون؟ معرفش مريم مازالت معانا هي ولا اوكي عندي مشكلة. شكون نحب يحب نعوض له حاجة؟ كان فما حاجة في الصوات مريقل العبورة اي بي بشي شو الدفوار من الدفوارات اي نعم اللي قبلها الريسبتيفيتي ديما تابع ليكواسيون داكتيفاسيون. شكون سالني السؤال هذايا؟ ها شوف معايا انزل لي مثلا باش تخدم ليتاب احنا الهدف باش نخدمو ليكواسيون تاع الاكس 2 اوكي هذه الاكس هي. دونك انت باش تعمل ليكواسيون داكتيفاسيون تاخد ايتاب اي ريسبتيفيتي اوكي باش تخدم ليكواسيون دو ديزاكتيفاسيون تشوف لي ايتاب اللي بعد ايتاب كهو ريسبت ديز اكتيفاسيون étape plus réceptivité ok désactivation étape كهو ضحكتش الرؤية مريك الأمور باهي برشا باهي. دونك خلينا نمشيو للدفوار من الدفوارات